بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الأخبار يا رب تكونوا بأفضل صحة وأفضل حال. فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم فيه عن حبة نصايح كنت أتمنى لو كنت أنا طبقتهم وقت ما بدأت القناة بتاعتي، وهقول لك ليه الفيديو ده بإذن الله. إيه النصايح ديت؟ لو كنت أنا طبقتها كان هيفرق معايا جدا جدا جدا، ومش مبالغ صراحة، لأن الموضوع فعلا يعني انا ندمان ان انا ما بطبقش النصايح اللي انا هقولها لك دي باذن الله في الفيديو النهارده. ولو انت حابب تعرف برضه حبه معلومات كده حوالين الفلوس باليوتيوب بتبقى عامله ازاي، برضه هنتكلم في الموضوع ده باذن الله. فمن غير كلام كتير ربنا يدخل في الفيديو. بس حابب اقول حاجه، ان لو انت بتفكر تبدا في يوتيوب او انت اصلا عندك قناه يوتيوب وهتنزل عليها فيديوهات باذن الله، الفيديو ده مهم ليك جدا جدا. فمن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في الفيديو بتاع النهارده. يلا بينا نبدا. اول حاجه انت تبدا في القناه بتاعتك. صراحه النصايح اللي انا اقولك ديت يعني هي مش نصايح على قد ما هي تجربه، بس حاول اصيغها لك في موضوع النصايح علشان تستفاد باكبر قدر ممكن. انا لما جيت اعمل القناه بتاعتي عملتها من 2016، بس كسلت اعمل فيديوهات وعملت اول فيديو تاني فيديو، ما حبيتش الموضوع، خلتني قاعد فتره متكاسل عن القناه، يعني فتره بقى عارف ايه، حبيت حاجه فارغه مثلا، مستني اشتري كذا، مستني يكون عندي كذا. الحاجه ديت البنات ستيل لازمه، لازم والله العظيم. نصيحه مني، لو انت تبدا في يوتيوب ابدا حل، خلص الفيديو دوت وروح اعمل اول فيديو ليك في يوتيوب او اي حاجه انت عايز تعملها ابدا فيها حالا. ما تحطش اي حجه ليك، يعني ما تحطش اي سبب مبرر ليك يخليك ان انت تستنى وقت عشان تاجل الشيء دوت. والله العظيم فعلا لو كنت بدات من 2016 وقت ما انا عملت القناه دي كان هيفرق معايا جامد جامد جامد. يعني تخيل القناه دي من 2016 لو كنت بدات فيها اول ما عملتها كان هيفرق معايا قد ايه. صراحه كان هيفرق معايا فرق شاسع. فانا احب انصحك نصيحه الاولى، ان انت تبدا من دلوقتي، من دلوقتي ابدا في القناه بتاعتك. لان انت لو تكسلت اسبوع مثلا اول ما خدت القرار هتلاقي نفسك بتكسل الاسبوع الثاني والثالث، وهتلاقي الوقت بيعدي معاك، وهتلاقي مثلا سنه عدت من وقتك وانت كنت شايف قناه فيها 1000 مشترك مثلا جيت لقيتها 50000، قلت يا نهار ابيض لو كنت بدات انا اول ما هو بدا، او كنت بدات لما كنت شفت القناه ديت. فانا بقول لك اهوت نصيحه ليك، اقوى نصيحه بتاعت النهارده، يعني من افضل النصائح اللي قدمها لك، ان انت تبدا. تاني حاجه لازم تعرفها علشان تخش مجال اليوتيوب، اليوتيوب محبط وصعب. ازاي اليوتيوب محبط؟ ازاي يعني ازاي موت اليوتيوب محبط؟ اول حاجه لو انت هتقدم محتوى هادف مش محتوى بتاع تجربتي وردت فعلي ومش عارف مش هتصدقوا حصلي لما والكلام ده كله، لو انت حابب تبدا محتوى هادف فعلا فالموضوع هيبقى محبط جدا جدا. هتلاقي الفيديو عليه صفر مشاهدات او ممكن يكون عليه 10 مشاهدات. ال 10 مشاهدات دول هم والدك ووالدتك واخوك وقرايبك بس، مفيش حد تاني يتفرج على الفيديو بتاعك، والفيديو يخليه لمده اسبوع او اسبوعين على كده لحد ما يزيد مشاهده واحده بس. اليوتيوب في الاول محبط جدا جدا جدا. فانت لما تبدا في يوتيوب لازم يكون عندك كده بند ثابت عندك في دماغك، ان انت اول فيديو هتنزله لو جاب 20 مشاهده يبقى انت ربنا كرمك كتير جدا جدا. فانا عايزك تحط في دماغك قوي ان اليوتيوب محبط وصعب. طيب اليوتيوب صعب ليه؟ انا اول ما بدات في اليوتيوب بدات اعمل فيديو او التاني او التالت، ثلاث فيديوهات كده مثلا قعدت بدات اعملهم. الثلاث فيديوهات دول كانوا بالنسبه لي صعبين جدا جدا. ليه؟ لان طبعا اقول جدا جدا في الفيديو ده كتير، لان لحد دلوقتي حاسس بنفس الاحساس، يعني بقول كده يا سلام لو انا استمريت مثلا من ساعه ما بدات، يا سلام لو اخدت النصيحه كذا وطبقتها. بس للاسف انا كنت بطبق النصايح ديت وعرفت قيمتها دلوقتي. طيب زي ما قلت لك اول ثلاث فيديوهات انزلهم على اليوتيوب هيكونوا صعبين جدا، لان انت مش هتعرف تحط الوصف الدهون، مش هتعرف تحط العنوان الدهون، مش هتعرف تعمل ايه خالص. فاول ثلاث فيديوهات هيبقوا اصعب ما يمكن بالنسبه لك، ولازم برضه يكون دوت حاجه محطوطه في دماغك ان هي هتحصل. الحاجه اللي بعد كده باذن الله هي السيو. السيو دوت لو انت درسته كويس في اول فيديو تعمله لك في يوتيوب فدوت هينفعك جدا جدا جدا، وهيخلي قناتك يعني ترتفع بشكل يعني اسرع شويه. لان القنوات احنا عارفين القنوات اللي بتقدم محتوى هادف بالذات ما بتعلاش بسرعه، فانت علشان تخلي قناتك تعلى بسرعه انا بنصحك بشده ان انت تهتم بالسيو من اول فيديو هتنزله. ايه هو السيو دوت؟ السيو دوت هو الحاجه اللي تحطها في الوصف، اللي يعني هتكتب الوصف ازاي، وهتكتب العنوان بتاع الفيديو ازاي، وهتكتب التاجز او الكلمات المفتاحه بتاع الفيديو ازاي. انصحك ان انت تخش تشوف حبه فيديوهات على يوتيوب بتشرح الموضوع دوت بالتفصيل بعد ما اخلص الفيديو ده باذن الله. الحاجه اللي بعد كده وهي ان انت تستمر. استمر يا برنس، لان انت لو ما استمرتش هيحصل يعني هتندم زي ما بندم دلوقتي كده. يعني مثلا بدات في اليوتيوب من 2016 نزلت فيديو التاني وقفت لحد 2018، جيت في 2018 نزلت حبه فيديوهات وقفت، وبعدين بدات في 2019.
برضو نزلت في 2016 حبه فيديوهات، وبعدين بدات في 2020 وهكذا، هي دوامه ما بتخلصش. تخيل لو انا كنت مستمر من اول بدات القناه دي كان يحصل ايه؟ كان ممكن يكون مثلا القناه دلوقتي في 500,000 مشترك مثلا، مش بعيده خالص. بس لو كنت استمريت، يعني كنت مثلا من اول ما عملت القناه بتاعت اللي هي من 2016 واستمريت من ساعتها وقعدت انزل فيديوهات، ولو حتى فيديو كل اسبوع، والله كان هيفرق معايا جدا. فانا بنصحك ان انت تستمر وتحط ليك كده حاجه، مثلا فيديو كل اسبوع يوم السبت الساعه 8 بالليل، تنزل فيديو كل يوم في الوقت دوت، او كل اسبوع في الوقت دوت، لان دوت هيفرق معاك جدا 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 قدام. مش هحس بالوقت، هيفرق معاك قدام، مع ان الارقام قليله حاليا ومفيش حد بيتابعك خالص، بس لو استمريت هتلاحظ الفرق والله العظيم قدام، مش هتلاحظه فورا. الحاجه اللي بعد كده اللي انت ما تمطلش، انا طبعا كسلت اصور الفيديو يوم السبت، المفروض انا بصور فيديو يوم السبت ومنتجه في يوم السبت والحد، يكون نزل حد بالليل مثلا، بس انا طبعا كسلت انزل فيديو يوم السبت، وايه خليتني قاعد لحد دلوقتي ولسه بصور الفيديو اهوت. فانا عايزك ما تمطلش، لان انت لو كسلت عن فيديو واحد، يعني مثلا لو كنت حاطط قدامك بند ان انت تنزل فيديو كل اسبوع، وجيت على الاسبوع الثالث مثلا في الشهر وكسلت تنزل فيديو، الاسبوع الرابع هيسحبك، الاسبوع اللي بعد كده في اول الشهر هيسحبك، تلاقي نفسك عديت 6 شهور او 7 شهور ما بتنزلش ولا فيديو في القناه، والسبب ان انت مطلت بس في فيديو ما، والفيديو دوت سحبك لثلاث فيديوهات ورا او ثلاث اسابيع ورا ما بتنزلش فيديوهات. فانا انصحك جدا ان انت ما تمطلش في اليوتيوب، ونزل الفيديوهات مهما كان الدعم قليل، مهما كان اي حاجه، انت بس استمر. طبعا دلوقتي اللي قلت لك ما تمطلش ونزل فيديوهات واستمر ومش عارف ايه، هلاقيك بتنزل فيديو كل يوم ومش عارف ايه، لا يا برنس دي حاجه غلط جدا. الحاجه اللي بعد كده، وانت تركز على الجوده وما تركزش على العدد. يعني ايه تركز على الجوده وما تركزش على العدد؟ يعني ما تجيش مثلا تنزل ثلاث فيديوهات، فيديو في ثلاث فيديوهات في اليوم مثلا، ثلاث فيديوهات انت مش متعوب عليهم، مش تعرف في الصوره المصغره، مش تعرف في السكريبت اللي كاتبه، مش تعرف في المحتوى بتاع الفيديو، مش تعرف في السيو، مش تعرف في المونتاج، مش تعرف في الحاجات دي كلها، وتنزل فيديو وتقول لي يا نهار ابيض انا بنزل 150 فيديو على القناه بتاعتي والقناه لسه ما عدتش 1000 مشترك. انت لو جيت تبص على القناه بتاعتي دلوقتي هتلاقي الفيديوهات فيها بتقل. ليه؟ لان كنت بنزل فيديوهات واه الحمد لله، يعني خلاص شلت الهم من عليا، نزلت فيديو النهارده اروح بلعب لي جيمين ببجي. لا يا معلم دوت غلط قوي قوي. انت لازم تركز على الجوده بتاع الفيديوهات. لو هتنزل فيديو واحد كل اسبوع، يعني كنت الاول بنزل فيديو كل يوم، دلوقتي بقيت بنزل فيديو كل يومين. يعني كنت بنزل فيديو مثلا حد، كنت بنزل فيديو 6 ايام في الاسبوع، كنت بقف يوم الجمعه، دلوقتي بقيت بنزل 3 ايام بس في الاسبوع. ليه؟ بقيت بركز على الجوده اكتر ما بركز على العدد. بقيت بركز على الجوده اكتر ما بركز على العدد. دوت هيفيدك جدا 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 باذن الله، لان انت لما تركز على الجوده بتاع الفيديو هيكون الفيديو مثلا محتوى يعني افضل بكتير، هيكون السكريبت بتاعه متحضر، هيكون المعلومات اللي فيه مفيده، هيكون في حاجات كتير جدا جدا كويسه عن اي حاجه تانية انت ممكن تعملها. فانا بقول لك اهو تركز على الجوده بتاع الفيديو، وما تركزش على العدد، ما تركزش تقول انا نازل 6 فيديوهات الاسبوع ده باذن الله، ما تركزش تقول انا هضرب بقى ايه باذن الله الاسبوع ده هنزل 5 فيديوهات ففي اخر الشهر اكون منزل لي 20 فيديو والكلام دوت كله. لا، انت ممكن تعمل فيديو واحد بمقدار 50 فيديو مثلا انت عملته، مش غريبه خالص، بس انت تركز على الجوده بتاع الفيديو وتستعب على الفيديو اللي انت بتعمله وما تنزلوش وخلاص. الحاجه اللي بعد كده وهي الفلوس في يوتيوب. لو انت داخل اليوتيوب عشان الفلوس، فانا حابب اقول لك يا معلم الموضوع محبط جدا جدا. فؤاد عكاشه عامل قناته من 2016، القناه بتاعته بدا فيها زي ما انت قلت لك، قعدت اكستع كده ونزلت فيديو والتاني والتالت، القناه اتفعلت في يوم يعني شهر 4/2020، يعني داخل دلوقتي في حوالي سنه، يعني بقى دلوقتي مثلا ايه بتاع 10 11 شهر دلوقتي او 9 شهور مش فاكر صراحه بالظبط، يعني كنت حسابها كانت لقيت مثلا بتاع 9 شهور ولا حاجه. المهم انا دلوقتي قناتي متفعله من شهر 4 وبقالي 9 شهور القناه متفعله، ولسه لحد دلوقتي ما قبضتش ولا جنيه من يوتيوب او ولا دولار من يوتيوب. فلو هتدخل يوتيوب علشان الفلوس، احب اقول لك يا معلم الفكره دي خلاص من دماغك وما تفكرش فيها دلوقتي. ولو عايز تبقى من يوتيوب بعد ما تطبق النصيحه اللي قلت لك دي كلها دلوقتي، بعد ما تطبق النصيحه اللي قلت لك دي كلها دلوقتي بعدها بسنه او سنتين، ابدا فكر في الفلوس، لان الموضوع محبط قوي 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 في الاول. فانت لو عايز تنجح في يوتيوب او عايز يعني تمسك فلوس، انا بقول لك اهوت حط الموضوع ده في دماغك، طبق النصايح اللي انا قلت لك يا معلم، واستنى سنه او سنتين بس طبق النصايح، النصايح كلها اللي قلتها لك، سنه او سنتين وابدا شوف الفلوس من يوتيوب. بس لو بتفكر في فلوس مثلا بعد 6 شهور او 7 شهور والكلام دوت، فانا حابب اقول لك الموضوع محبط جدا جدا. وتبص للقرارات اللي بتعلق بسرعه، لان لو بصيت للقرارات اللي بتعلق بسرعه تلاقي نفسك عندك كميه احباط وهتوقف اللي انت بتعمله. فاستمر يا برنس وشوف النصايح اللي انا قلتها لك، وخليها مثلا قدامك سنه ونص سنتين بس وانت مطبق النصايح. والله العظيم والله العظيم لو طبقت النصايح دي لمده سنه، ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي نفسك يعني القناه بتاعتك اتغيرت 360 درجه، بس لو طبقت النصايح دي لمده سنه على الاقل. بس الفيديو النهارده اتمنى يكون في دعوتك، واتمنى ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان تشوف جديد فيديوهاتنا، واتمنى يكون المشكله بتاعتي ان انا بتكلم بسرعه اتحلت. والسلام عليكم ورحمه الله.